ماشي باين استاذ. تمام بكتيرني. يلا اذا انا بالترتيب عندي سميته بروبلم سبلمنتري من روتر وال، لانه حلينا البروبلم الكبير امبارح، وهيدا كمان بعد منه ضل عندنا اخر بروبلم بالمجموعه. اذا شو عندي هون؟ ان رو موبيل اوتور دو سون اكس a un rayon est égal à 20 cm et une masse de 250 g. Supposez répartir uniformément sur sa circonférence. Ah, rouhaïdi, ami amela ala anna disque ou ami amela ala anna cerceau. Lazim haddid. لانه بدي اعرف المومون دينيرسي تبعها، بما انه انا عم بشتغل بالديناميك دو روتاسيون. عم بيقول لي هيدي الرو الماس تبعيتها موجوده بس على السيركونفيرنس، يعني ما في ماتيار بقلبها، قلبها شو جوا فيد، تمام؟ يعني سيرسو. اها سيرسو. ولما تكون سيرسو شو بيكون المومون دينيرسي تبعها بهالحاله هيدي بالنسبه للاكس؟ اذا ان رو موبيل اوتور دو سون اكس، بس يقول لك اوتور دو سون اكس لما يكون في عندك دولاب بالحاله الطبيعيه، هيدا السنتر تبع هيدا الدولاب، تمام؟ هيدا السنتر تبع الدولاب بيكون الاكس دو روتاسيون بيربوندكولار على البلان تبع هيدا الدولاب، تمام؟ وماري بشو بالسنتر؟ فوار دو. اها اذا سي دلتا اي كونسيديري الاكس دو روتاسيون دو لارو، لكن بيكون الاي بارابور ا دلتا دو لارو ايتيغال اكوا ايتيغال ا MR2 complètement. طيب ماشي. الماس تبعيتها 250 جرام، يعني كم كيلوغرام بتساوي الام؟ 0.25 ربع كيلو، اذا 0.25 كيلوغرام. والريون قديش بيساوي الريون عندي؟ 0.02 اتفقوا مع بعض 0.2 ولا 0.02 ايوه احبابي في شغلي انتوا فرنسي. اه صحيح انتوا فرنسي. الكلمه لما نقول سنتيمتر جاي من كلمه سن، لانه نحن بنقول انه 1 متر ايتيغال اكوا ايتيغال ا 100 سنتيمتر. سنتي هو جزء بالمية، 1%. يعني إذا لما ترجع لما ترجع هيك بهذا الاتجاه بدك تقسم على 100 بكل بساطة. معلش هيدي أكيد سبب قلة الشغل، منه نقص بالمعلومات، نقص تدريب بس بيصدي واحد راسه على قلة الشغل. طيب ماشي، إذا لما أقسم الـ 20 على 100 بيطلع عندي 0.2 متر. ليش عم بعمل هيك؟ لأنه أنا عادة حكون محتاج لشو؟ للإنيتي دو باز دون السيستم انترناسيونال. على كل حال لو ما عملت لهم كونفيرتيسمون هلا، ولقيت حالي مضطر أحولهم بعد شوي، ما في مشكلة، منها الجريمة يعني. طيب، إذا لا رو بار دو روبو، شو يعني لا رو بار دو روبو الانستانتي 0 إيجال 0؟ إذا أول مرة عم بطلع بهيدي الرو كانت شو؟ كانت الستا ما عم تضحك، يعني معناتها تيتا فريم 0 إيجال 0. تمام. اذا سرعه الدوران الاساسيه قديش بتساوي؟ بتساوي صفر. زيرو راديان بار كوا؟ زيرو راديان بار سكوند. ماشي. اي بران ان اكسلراسيون انجولار كونستانت، اذا في عندك تيتا سكوند قديش بتساوي؟ تسارع الاكسلراسيون انجولار. حدا بيعرف يترجمها للعربي؟ اكسلراسيون انجولار، هاتوا لشوف. تسارع اللي بالزين. ايه اولى يا ها هي التسارع الزاوي، ما هي انجل زاوية. التسارع الزاوي اكسلراسيون انجلر هو 60 راديان بار سكوند بار سكوند. ماشي، هي 60 راديان بار سكوند بار سكوند، يعني 60 راديان بار كوا بار سكوند كاري. بس بدي الفت لكم نظركم لشغله، نحن بالاكسلراسيون اللينير العاديه نحن شو بنقول؟ الاكسلراسيون موين مثلا اذا بدك، تمام؟ اذا معتبر عم شغل على اون ديمونسيون، هي في فينال موين كوا موين في انيسيال على شو؟ على دلتا تي. طيب لما اقول فيتاس موين فيتاس، الفيتاس بالمتر بار سكوند، لما تقول متر بار سكوند موين متر بار سكوند اكيد بيطلع الجواب متر بار سكوند. اوكي، على الدوري اللي هي بالسكوند هيطلع عندي متر بار سكوند بار سكوند، فبتطلع الاكسلراسيون الانيتي الطبيعيه تبعيتها بالسيستم انترناسيونال متر بار سكوند كاري. انت لما تقول اكسلراسيون انجولار تيتا سكوند، هي الفيتاس انجولار فينال، فيتاس انجولار فينال موين فيتاس انجولار. اي تغير ما بيصير بالسحر، بده وقت معين. اذا راديان بار سكوند مثل ما شفنا امبارح، تمام؟ وعلى سكوند هون فحيطلع عندك راديان بار سكوند بار سكوند، دونك سي ان راديان بار كوا بار سكوند بار سكوند، وراديان بار سكوند كاري، ومن هون اجت الانيتي. قال بالسؤال الاول ديترميني لا فالور
M du moment résultant, إذا بدو المومان résultant أو المومان total, تمام, de toutes les forces extérieures appliquées sur quoi? Sur la roue, بدو المومان total قد بيساوي. طيب يا جماعة, أنا هالمعتر المسكين, كيف بإمكاني لاقي الصم دي مومان دي فورس اكستيريور؟ طبعا شو الأكس دي روتاسيون؟ هو الأكس تبع الرو. إيه, شو بدنا نعمل؟ فينا نقول مثلا إنه جمع كل شيء المومان وقال اف تتساوون, يعني معنى فينا نطلع الـ اي اي لواء هيدي؟ اي لواء انت عم تطبقها هون بين حالي؟ الديزنيات دوليتون دوريتاسيون. ايوه تمام, اذا معك حق. اذا انا بالكيستيون نيميرو 1 بده شو؟ بده صم دي مومون دي فورس اكستيريور اجي سونت سور لا رو بارابور اكوا؟ بارابور ا دلتا. يا بتسميها مومون ريزلتون او بتسميها صم دي مومون دي فورس اكستيريور, ما انا مشكله, ما حنا على شو, على السيمبل. طيب اذا اون فا ابليكي كوا؟ اون فا ابليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن. دوزيام لوا دو نيوتن لا اسم ثاني مشهوره فيه, شو هو؟ يلا شو هو اسمه؟ ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك. اوكي سو لا دوزيام لوا دو نيوتن دو روتاسيون ابليكي ا كوا؟ ا كيل كور؟ على الرو. على الرو اكيد الاوبجي اللي انا عم بدرسه, تمام, عم بدرس حركه تبعته. على الرو شو بتعطيني؟ بتعطيني انه سيجما دو توت لي مومون دي فورس اكستيريور اجيسانت على اكس دو روتاسيون دلتا هو بيساوي ديناسي فوا تيتا سكوند فوا كوا؟ فوا تيتا سكوند. اوكي يعني معناتها حتطلع عندي قديش بتساوي لك كان هيدي هالمومون ريزلتون هيدي, او اذا بدكم هالمومون توتال هذا بارابور اكوا دلتا حيطلع عندي بس 0.25 فوق 0.2 قبل الماس. انا من واجبي اقول لك شغله انه بدي اعمل رومبلاسمون للمومون, اتفقنا؟ شو بيساوي المومون؟ ام ار 2. اذا جو في رومبلاسي اي بارابور ا دلتا بار كوا؟ بار لا ماس دو لا رو فوا سون ريون او كاري فوا كوا؟ فوا تيتا سكوند. إذن إيجال يلا داش الماس عندي إياها, اتفقنا عنده الماس 0.25. إذن سي 0.25 كيلوغرام فوا داش الريون كان تبع الرو 0.2 أوكاري. ما بدنا ننسى الكاري لأنه هي ديستانس أوكاري 0.2 أوكاري فوا كوا؟ فوا الأكسلرانس. شوف يا حمود سيد مطر نعم يا مطر. لكن ما بدي فتح تيمز دياني بدياني غير الباسورد. ما بعرف هاي مشكلة عندك أنت, شوف أنت شو بتخبص, ما عم اللي حالك هاكر مضروب هو يعني. ما بعرف يمكن يكون مشكلة أبديت, ما عندك مشكلة بالتليفون؟ والله ما بعرف. خلاص شو مشكلة بالتليفون سيد مطر؟ خلينا نكمل الله يرضى عنك. إذا بدك أي مساعدة من عيوني بعد الحصة قد ما بدك سألني, شو بقدر ساعدك من عيوني أنا. يا فوا الأكسلراسيون أنجولار داش قلنا بتساوي 60 راديان بار كوا بار سكون كاري. إذا فوا كوا؟ فوا 60. يا ده بيطلع الجواب عندي. إذا عندي 0.25 يلا عملوا كالكول معي, أو اللي عمل كالكول يعطيني جواب فوا 0.2 فوا القليل الضمير ما اشتغل دوفوار كمان يعمل الكالكول معي. إذا ده بيطلع الجواب. يلا يا أحباب يطلع لحظة شوي بدي يطلع الجواب 0.06 ليه 0.6؟ أنت طلعت معي 0.6 صح 0.6 شو بقول؟ لا فيها سينوس ولا تانجنت ولا ما بعرف شو. إذن 0.6 عم طلع يا جماعة المومان بأي يونيتي؟ نيوتن متر. نيوتن متر. ايه ما في مهرب, بدي اجباري حط اليونيتي, ما في مهرب اني حط الجواب تبع. اذا 0.6 نيوتن متر. طيب اذا هذا كان جواب السؤال الاول. شو بده بالسؤال الثاني؟ السؤال الثاني كالكولي لو موديول دو لاكسيليراسيون لينيير دان بوين دو لا سيركونفيرونس او بو دو 0.15 كوا سكوند. اذا شو بده لو موديول دو لاكسيليراسيون لينيير, ما هيك, d'un point de la circonférence au bout de 0.15 secondes. طيب يا جماعة الخير, ليش عطوني الدورين هوني؟ هذا شوف, هل أنا بحاجة لألا ولا هي عبارة عن دوني شو بيقولوا سبلومنتر؟ إذن بدو نقطة موجودة على السيركونفرنس, هيدي الرو تمام, هيدا السنتر تبع الرو, الأكس دو روتاسيون مرق بشو بي الدلتا, أو عفوا الأكس دو روتاسيون دلتا مرق بالسنتر. في عندي أنا نقطة موجودة, وين عندي نقطة موجودة على السيركونفرنس.
بده يشوف هيدي النقطة أنه إذا كان هيدي الرو عندها أكسلراسيون أنجولار بتساوي 60 راديان بار سكون كاري. طيب سي جو ديتيرمين الأكسلراسيون أنجولار دو سيت عفوا الأكسلراسيون لينيير دو سو بوان سور لا سيركونفيرونس قد إيه بيطلع الموديول تبع هيدي الأكسلراسيون؟ مين عنده فكرة كومون ديتيرميني أ؟ أ إت إيكال أ كومبيان؟ يلا هاتوا لنشوف مين ذكر الفورميل. هيدي هنا الأكسلراسيون تانجنسيال صحيح 100% الأكسلراسيون تانجنسيال أو لينير. يلا فيبري. طيب نحن شو عنا يا جماعة؟ شو عنا؟ عنا يلا أنا مثل ما بعرف لما انتقلنا من الأبسيس كيرفيليني للأبسيس أنجولير أو من إذا بدكم من الباز دو فرينيت للكاركترستيك أنجولير شو كان عندي؟ كان عندي S إتيغال أكوا؟ S إتيغال أ R فوا كوا فوا تيتا صح ولا لا؟ صح. يلا جينا عملنا ديريفي عملنا ديريفي للأشياء بتطلع بتطلع عندي S بريم. طيب بس شو هي ديريفي للـ الاس الاس شو هي الاس اذا بتتذكروا لما كان عندي انا سونت وعندي اوبجي عم اس ايجال شيء بلس تي ليكو هيدا الارك من هون لهون هيدا الارك من هون لهون اذا انا عم امشي مثلا نقول على تراجكتوار سيركولار اللونجر او المزور الجبريك لهيدا الارك اسمه شو اس هيدا السنتر او مثلا المسافه من السنتر للسيركونفرنس شو هي ريون. طيب لما الموبيل بيمشي على التراجكتوار تمام إذا بدكم في أنجل انترسبتي بين الريون الأساسي والريون النهائي هيدا الأنجل شو عم نسميه نحن هون عم نسميه تيتا. طيب شو العلاقة بين الأنجل تيتا وبين الريون وبين اللونجر تبع الأرك أن S إتيقال R فوا كوا فوا تيتا وقلن لكم كيف بتجي أنه أنتم بتعرفوا كيف نطلع السيركونفرنس هي بي بي R كل هالحكي هذا حكينا. طيب ماشي شو هو الديريفي بارابور طون هو الفارياسيون بارابور طون شو هي الفارياسيون دو لارك بارابور طون مثل ما اتفقنا مع بعض قلنا هي الفيتاس اذا الفيتاس لينير شو بتساوي بتساوي اس بريم. طيب شو هي الديريفي للاكسبرسيون ار فوا تيتا الار كونستانت كونستانت فوا كلكو شوز تطلع الكونستانت ضرب الديريفي للكلكو شوز يعني ار فوا كوا فوا تيتا بريم. طيب هو بده الاكسلراسيون لينير تمام بده الا طيب نحن هسه هلا ما لقينا الاكسلراسيون اذا جو في فير لاكسلراسيون اون كوا اون اوتر فوا اذا حيكون في عندي اوكي الفي بريم يا جماعه الفي بريم قديش بتساوي اوكي بس اي اكسلراسيون فيهم بدكم تكونوا محددين طولوا بالكم شوي زي انا معكم مره وقت على البروبلم وبالتالي في تفاصيل بدها توقع منكم شوي واحد بيطنش بالاول بس هلا بدنا نركز على الديتاي اذا الاكسلراسيون تانجنسيال اللي هي الديريفي للفي يا جماعه نحن شو عندنا عندنا اثنين اكسلراسيون نحن قلنا بالباز دو فرينيت الاكسلراسيون عندها اثنين كومبوزونت عندها اكسلراسيون تانجنسيال وعندها اكسلراسيون نورمال حدا بيذكرني الموديل النورم للاتي شو بتساوي والموديل للان للان شو بتساوي الاتي هي في بريم والثانيه بعتقد في 2 على 2 فورين على رو على على رو فيديو سرعر ماشي آه. يعني تمام يعني انا هلا هون شو عندي عندي اكسلراسيون تانجنسيال وعندي اكسلراسيون نورمال شو بدي اعمل بدي الاقي الفيكتور اكسلراسيون اذا انا ما بالضروره ارسم الاكسلراسيون تانجنت على التراجكتوار فيني ارسم الاكسلراسيون اذا بدكم بالكا جنرال لانه الله اعلم قديش كل وحده منهم اذا سي لو فيكتور اكسلراسيون اذا بدكم ما ضروري يكون تانجنت لانه ما بعرف انا الان نورمال ما بالضروره تكون زيرو ماشي يلا يا جماعه يلا اذا اول شغله الاتانجنس اللي قال لك وقت قال في بريم يلا يا جماعه هيدي الاكسبرسيون ار فوا تيتا بريم بدي اعمل لها ديريفي شو بيطلع الجواب عندي شو ديريفي للكونستانت فوا كونستانت ديريفي للكونستانت فوا فوا لا فونكسيون هي الكونستانت ضرب الديريفي للفونكسيون اذا تيتا بريم اون اوتر فوا اذا تيتا سوم اها معناتها انا شو عندي هنا لا عندي ال ا تانجنسيال ايتيغال اكوا ايتيغال ا ار فوا كوا فوا تيتا سوم يلا تعالوا نطلع الموديل ام متر بار سكون كاري قد ايه بتساوي ال ا تانجنسيال يعني معناتها ال ا تانجنسيال ايتيغال يلا دي الريون قلنا الريون قلنا 0.2 متر صح ولا لا 0.2 فوا دي الاكسلراسيون انجولار عندي 60 راديان بار كوا بار سكون كاري بيطلع عندي 6 ضرب 2 يعني 12 12 متر باركوا بار سكون كاري يلا يا جماعه عندي مين هلا اي كومبوزونت من الاكسلراسيون عندي الاكسلراسيون كوا نورمال ليكو هيدي بدي اياها هون ليش حط لكم اياها فوق لانه انا هيدي
يعني شغلي بالصميم عم يعتمد على مين؟ على هيدي الفكرة. إذا يلا أحبابي، كومون تروفي دونك لاكسلراسيون نورمال؟ الاكسلراسيون نورمال ايتيغال ا كوا؟ الاكسلراسيون نورمال ايتيغال ا في كاري سور كوا سور ار. انا عم مر انا وياكم السؤال، طرحت عليكم تساؤل هيك بصيغه الاستغراب، انه يا ترى ليش عاطيني ال 0.15 سكوند؟ شو دخل الاكسلراسيون انه بعد 0.15 سكوند؟ مين الشاطر اللي بيقول لي التي التي الاساسي صفر؟ الدات اللي عم يعمل الكالكول للاكسلراسيون اللينير عليا هي تمام على التي قد ايه بتساوي؟ بتساوي 0.15 سكوند. ليه عاطيني هالتون هيدا؟ بشو بده يفيدني هال 0.15 سكوند؟ بشو ممكن انا استفاد منه؟ ممكن استفاد منه بالموفمون دو روتاسيون لفورمون فاريي. بالموفمون دو روتاسيون عندنا اياها كونستانت ايجال 60. صحيح، معك حق، معك حق، معي تيتا سكوند 60 راديان بار سكوند، يعني عندي موفمون دو روتاسيون اونيفورمومون فاريي. طيب كمل يلا حتى نفهم عليك. انا هلا هون الريون بعرف شو بتساوي. دونك بور كالكولي ان جو في تروفي كوا؟ جو في تروفي في ايتيغال ا كوا. اذا شو هي هلا الخطوه اللي نحن علقانين عندها؟ تمام، انه بدنا نشوف الفي قديش بتساوي تي ايتيغال 0.15 سكوند. مين الشطور اللي بيقول لي كيف ممكن نلاقي الفيتاس بعد هيدا الوقت؟ بدنا نكمل الفكره يا مجد. يلا كومون تروفي في، كومون تروفي في، يلا. بدنا بعتقد بدنا نصير ناخد هاي رانك تبعت التيتا بريم. ايوه صحيح، ايتيغال تيتا سكوند تي بلس تيتا بريم زيرو. انا شو عندي؟ لكن حانطلق من محل ما قلت لي بالضبط. عندي تيتا سكوند ايتيغال اكوا؟ ايتيغال ان كونستانت. قديش بتساوي هالكونستانت هيدي؟ بتساوي 60 راديان بار كوا بار سكوند كاري. طيب ماشي الحال، معناتها عندي موفمون دو روتاسيون، حركه دوران، تمام، اونيفورمومون كوا؟ اونيفورمومون فاريي. على فكره عندي تيتا بريم انيسال قديش بتساوي؟ تيتا بريم انيسال بتساوي صفر. عندك ديسك عم يقلع من الزيرو، صح ولا لا؟ تيتا بريم انيسال زيرو راديان بار سكوند، يعني جي ان موفمون دو روتاسيون اونيفورمومون كوا؟ اونيفورمومون اكسلري. مع تيتا بريم انيسال ايتيغال كوا؟ ايتيغال زيرو. شو بحق لي قول مباشره؟ بحق لي قول يلا بدي ركب فورمول بدها تعطيني شو؟ ليكو انا لحتى اطلع الفي عندي سطر 2 3، اي سطر فيهم بده يعطيني الفي؟ الثاني. اذا لا قادر اطلع الفي، بدي اطلع التيتا بريم. كثير منيح، اذا بدي الفورمولا اللي فيها تيتا بريم. وين الفورمولا اللي فيها تيتا بريم مباشره؟ كمان تي الثاني. صح الثاني ايكواسيون بالترتيب اللي اخذناه. اذا مع تيتا بريم ايجال في ايجال ا فوا تي بلس كوا بلس في زيرو، بار انالوجي مع شو؟ مع الموفمون دو ترانسلاسيون. تمام، معناتها لكن شو صارت بتساوي تيتا بريم على هال 0.15 سكوند؟ تيتا بريم بتساوي 60 فوا هيدي ده بتساوي هيدي بتساويها قلنا هيدي زيرو. تمام، بتساوي 60 ف 0.15. صحيح معك حق. اذا بيطلع عندي 6 ضرب 1.5، صح ولا لا؟ اذا بيطلع عندي 9 شو اليونيتي؟ راديان بار سكوند. تمام 100%، خلاص خلصنا يا جماعه. معي في ايجال ار فوا كوا؟ ار فوا تيتا بريم. معناتها الفي قد ايه بتساوي بين حالي هيدي؟ الريون اللي هو 0.2 متر، دونك سي 0.2 متر فوا ده صارت الفيتاس انجولار بعد 0.15 ثانيه فوا 9، قد ايه بيطلع على الجواب؟ 1.8 متر بار كوا بار سكوند. معناتها الاكسلراسيون نورمال بهيدي الدات، لكن معناتها الـ ان ايتيغال كوا؟ ايتيغال ا الفي اللي هي 1.8 او كاري كلها بعض ديفيزي بار كوا؟ ديفيزي بار الريون دي عندي اياها، عندي اياها 0.2. قد ايه طلعت معك يا مجد؟ 16.2. اذا بيطلع عندي الجواب تمام 16.2 متر بار كوا بار سكون كاري. طب مين بيقول لي كومون تروفي مانتونون؟ هو انا ما خلصت الجواب على السؤال، بده الاكسلراسيون لينير، لو موديل دو الاكسلراسيون لينير. دونك يعني il me demande de trouver a est égal combien. كومون تروفي a؟
كيف بدنا نلاقي الآ؟ نجمع الاثنين أوكي تمام 100%. إذا شو هي الخطوة الثانية هلأ؟ الخطوة الثانية أنا بعرف أنه الآ شو بتساوي كفيكتور؟ الآ بتساوي الآ تانجنسيال فيكتور بلس كوا بلس آ نورمال، صحيح؟ أنت إذا عندك هيدي التراجكتوار، عندك هيدا الأوبجي موبيل، أنت عندك هيدي الأكسلراسيون مثلا للموبيل، جزأنا الأكسلراسيون لاثنين كومبوزونت، واحدة منهم كانت تانجونت على التراجكتوار، شو سميناها؟ سميناها آ تانجنسيال، وواحدة منهم بيربونديكولار على التراجكتوار، شو سميناها؟ سميناها آ نورمال. يا إلهي عم نرجع نعيد كل شيء. إذا هيدي الآ تانجنسيال وهيدي شو؟ وهيدي الآ نورمال. إذا الآ هي الريزلتانت للآ نورمال مع الآ تانجنسيال، ومن جهة تانية الآ تانجنسيال والآ نورمال شو الأنجل ميتويال بيناتهم؟ 90 90 درجة. إذا أي تيوريم على السريع بحق لك تطبق هون بهالحالة هيدي؟ إذا عندنا آ أو كاري إتيغال أكوا؟ إتيغال آ آ تانجنسيال موديول أو كاري بلس آ نورمال لونجور أو موديول كوا أو كاري. يلا شو صارت لك أنا الآ أو كاري بتساوي؟ تعال نعمل رومبلاسمون نوميريك لكل واحدة منهم. الآ تانجنسيال اللي عندي إياها بتساوي الآ تي الآ تي الآ تي، لكن هون خلينا نعمل تمام، واحدة منهم 12 والثانية قديش بتساوي 16.2. إذا واحدة منهم 12 دونك سي 12 أو كاري، إذا عندي إياها 12 أو كاري بلس كوا بلس 16.2 أو كاري. إيه قديش بتطلع؟ كل شيء على بعضه بيطلع 20.60. يعني قصدك من بعد الرسين كاري يعني تطلع يعني الآ تطلع 20. قديش؟ 20.1603 فخلص 20.1606 شو الـ طبعا عم طلع اكسلسون انترناسيونال اكسلسون لينير دونك متر بار كوا بار سكون كاري. هيدا الشيء اللي كان مطلوب بهيدا السؤال. هيدي عندها هيدي الفالور ا الانستانت تي ايغال اكوا، دونك جي كالكولي سيت اكسلسون اكوا ا تي ايغال 0.15 سكوند. طيب ماشي، مثل ما شايفين الاتونجنسيال ما بتغير قيمتها، ما بتعتمد على الوقت، بس الاكسلراسيون نورمال اللي هي في او كاري سور ار، الفي بتعتمد على الوقت. ليه؟ لانه الفي هي ار تيتا بريم، والتيتا بريم هي ايتون كوا ايتون فونكسيون دو كوا فونكسيون دو تون. اذا كل ما بيغير الوقت بتغير التيتا بريم، كل ما تتغير التيتا بريم الار تيتا بريم اللي هي الفي بتغير، وكل ما تغير الفي لكن الا نورمال اللي هي في كاري سور ار الشانج او كور دو تون. اذا تغيرت الان تمام والآتي مثلا عم بتكون كونستانت، اذا الآ هيدي شو بتعمل؟ دونك سيت اكسلراسيون كاسكال في ال فاري افيك كوا افيك لو تون تي، مشان هيك عطوني الانستان اللي انا بدي اعمل عليه كالكول. طيب كيل لو نومبر دو تور افكتوي ابري دو سكوند؟ شو بده؟ بده نومبر دو تور، يعني بده اي كونتيتي. اذا بتكون شو بدنا نعطيها هيدي السيمبول؟ يعني الاول عادي يعني لحظه شو زيري بده النمبر دو تور اذا بدك، وكانه بده الان قديش لحظه شوي انا عندي، انا بدي النمبر دو تور، بدي البيتيت ان قديش بتساوي، بدي النمبر دو تور قديش بتساوي البيتيت ان، لانه الجران ان هو قلنا شو هو النمبر دو كوا دو تور بار سكوند او نمبر دو تور بار مينوت. طيب هاتوا لنشوف، بده الان على اي لحظه على اي وقت؟ ابري كوا دو سكوند ا تي ايجال دو سكوند. طيب يا جماعة أنا كيف فيني طلع الان قديش بتساوي؟ سامي قالت إنه تيتا بريم إيجال دو بي ان. طيب شو بستفاد منها؟ بصير بجيب فيها السرعة. أنا بدي الديبلاسمون، ليك قبل ما نفوت بأي فورميل، تعال نشوف حقيقة هو شو طالب. طالب النومبر دو تور، ليك إذا عرفت أنا هيدا الدولاب اللي عندي، هيدي الرول اللي عندي، قديه ماني ما عندي ولا رسم الأعلى، إذا عرفت هيدي الرو بعد دو سكوند كام الديت ديبلاسمون انجولار دلتا تيتا، كيف ممكن طلع عن النومبر دو تور؟ بكل بساطة كل ان تور قديش بيساوي كام راديان؟ الان تور كام راديان بيساوي؟ الان تور اذا كل برمة حقيقة هي عبارة عن 360 دوغري او 2 بي راديان. طيب اذا عرفت النومبر دو راديان اللي برا من الدولاب بقدر بعرف شو؟ بقدر بعرف النومبر دو تور. طيب تعال نشوف الديبلاسمون انجولار دلتا تيتا بالراديان
قديش عملوا هيدا الدولاب خلال هول السنتين لاستنتج النمبر دو تور. حقيقة مثل الريلاسيون اللي كنت انت عم بتقولها انه الدلتا تيتا فوا 1 عندك الدلتا تيتا اللي هو الديبلاسمون انجولار تمام بيساوي شو؟ بيساوي دو بي ان، يعني عمليا هي ذاتها، عمليا هي ذاتها. بس انت كنت عم تحكيني عن الفيتاس انجولار، انا ما بدي الفيتاس انجولار. سؤال، مين الفورمولا اللي بتعطيني الدلتا تيتا؟ انا قلت عندي موفمون دو روتاسيون يونيفورمومون اكسيليري، يونيفورمومون اكسيليري اي سطر؟ الثالث، يعني هو المفروض يكون الثالث. عفاك عفاك، عندك الايكواسيون الاولانيه، الايكواسيون الثانيه تيتا سكوند تي بلس تيتا بريم تي بلس دي بلس مو زيرو. خلص هيدي معنى التيتا زيرو، شو عملت فيها هون؟ اخذتها لهون دلتا تيتا، وفيك تعتبر التيتا زيرو زيرو صح ولا لا؟ فيك تعتبر انه الابسيس انجولار الاساسي صفر بلس كوا بلس تيتا بريم زيرو فوا كوا فوا تي. يلا تعالوا نطلع الدلتا تيتا ا تي ايجال دو سكوند، لكن ا تي ايجال دو سكوند اوكي الديبلاسمون انجولار قد ايه بيساوي؟ يلا ما بيدي شو بنعمل زيرو صفر عفوا. يلا كتير منيح، هذا الرو كومونس دو روبو، كومونس ا تورني دو روبو، معناتها ما عندي فيتاس دو روتاسيون انيسيال. يلا بلاها بنقص منها، يعني معناتها ا تي ايجال دو سكوند، لكن صار عندي دلتا تيتا البرمه اللي عدد البرمات اللي برمون هذا الدولاب قد ايه بيساوي؟ بيساوي 1 دمي. قد ايه الاكسلراسيون انجولار اللي عندي اياها؟ 60. اوكي طيب، هو عم بيسأل على عدد البرمات او على الزاويه اللي برمى الدولاب بعد وقت مقداره قديش؟ لا يكون في عندي غلطه ما حد بني عليها، تي كاري هون. اذا فوا دو كوا او كاري، دو مع دو بتروح، بضل عندي 60 فوا دو، قديش بتساوي يعني هون بهي الحاله هيدي؟ بتساوي 120 راديان. اوه اذا الدلتا تيتا 120 راديان، يا ترى قديش بيساوي الان؟ طيب سؤال، انا لقيت انا وياكم انه الدلتا تيتا بتساوي 2 بي ان، معناتها الان قد ايه بتساوي يا جماعه من ورا هيدي الريلاسيون؟ نص مع 2 بي. عافاك، معناتها اذا بعمل بتصير مثل 60 على بي 100%. اذا بتطلع الدلتا تيتا الانجل اللي برمى الدولاب على قديش؟ على 2 بي. ليه يا جماعه؟ لانه بكل بساطه بس يطلع عندي 120 راديون بدي اشوف فيهم كام دو بي، لانه الدو بي هي عباره عن شو؟ هي عباره عن ان تور كومبلي. يلا معناتها صار فيني هلا بكل بساطه هون باخذها 3.14 ما عطيني انديكاسيون محدده لك بقلب السؤال هيدا، ما قايل لي اعمل ولا ابروكسيماسيون. اذا بدك فينا نستفيد من ابروكسيماسيون تبع اللي قبلها، كان عندي ان سور بي داش بيساوي 0.32 يمكن شيء من هالنوع. لا انا مش كده 0.32 ماني مضطر احفظ ولا اي شيء. يلا معناتها الان قد ايه بتساوي عندي؟ الان بتساوي الديبلاسمون انجولار الانجل اللي برمناه بدنا نقسمه على دو بي لنشوف كام برمي فيهم، يعني معناتها الان اتيجا على الدلتا تيتا اللي هي 120 راديان ديفيزي على شو؟ ديفيزي على 2 فوا كوا فوا بي راديان، راديان مع راديان بيروح بيطلع عندي شو؟ بضل عندي نمبر دو تور، قد ايه بيطلع عندي؟ يعني بيطلع عندي 60 على قديش؟ على 3.14 60 ديفيزي بار 19.108 اوكي، يعني بيطلع عندي حوالي 19 اذا 19.11 شو هي هون عندي اياها تور، اذا برمنا حوالي 19 برمه. صعب السؤال؟ ما نوعين في كثير يعني شو بيقولوا طلعات ونزلات. ايه بس شايفين كيف كل شيء متعلق ببعضه، كيف كل تقريبا السينماتيك اللي اخذناه رجعنا استذكرناه بقلب بروبلم واحد، وهيدي هي يعني من هون بتعود اهميه البروبلم. طيب يا جماعه احنا قد باقي معنا وقت؟ بقي معنا وقت حوالي داش 6 مينوت. طيب ماشي يا جماعه، انا ما راح ابلش انا وياكم سوجي جديد، بدي بس اذكركم بشغله قبل. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال على البروبلم هيدا؟ لا يا جماعه واضح كل شيء؟ واضح. طيب المحاضره مسجله، اذا بدكم فيكم ترجعوا له، واللي عنده اي كيستيون ما يتردد ابدا. طيب يا جماعه هلا نحن شو اسمه موضوع الفورس اذا بدكم او موضوع الديناميك خلصنا، بننتقل لبارتي جديده اللي هي موضوع الانرجي ولا ترافاي. ما بعرف اذا اخذينا قبل هلا انتم بالسيونس او عندكم فكره عنها. اذا نحن هلا حنشتغل على الشابيتر نوميرو 11 المحور الجديد اللي حنشتغل عليه هلا. اي هذا الشابيتر ديس خلص. اي شابيتر ديس خلص. شو خلصناه بسرعه ولا اعطيناه وقت كافي؟
لا ما استيقظ انه ما كثير عملنا اجسام ما بعرف، هيدا المطلوب منا، لانه ليك بس ما بالنسبه فيها لك هناك الاكزرسيس اساس. بعدين ما خلصنا هذا تبع نعمل ايه مومون تبع الفورسات كذا، اعطينا 3 فورسات وتيش، يمكن ما بعتقد خلصنا. لا ليك ليك هاي اللي هوني، هيدا السؤال اللي اشتغلناه امبارحة مع بعض، قصدك على ايه هيدا تبع السؤال؟ تيجي ما اعرف اذا خلصنا. خلصناه؟ كيف خلصناه؟ طلعنا المومون توتال وطلع ديفرون دو زيرو وجاوبناه على السؤال اللي هو بالكيستيون. بتقدر هيدي هو ما كان تكون في غير هذا السؤال يعني انه اه بس طلع بس اه هولني هولني ثلاثة خلص. بروبلم. ليك لك شغلة مجد، بالنسبة للسؤال الأول اللي حليناه امبارحة طلعنا فيه الفورس فريناج، والسؤال هيدا ما بقى يجي أشمل من هيك، يعني أكثر من هيك ما بقى يجي أسئلة شاملة فيهم تقريبا كل ايه، يعني اثنين بروبلم او ثلاثه بروبلم تيبيك اذا بدك. طيب يا جماعه، كنا عم نحكي على الشابيتر 11 نحن، تمام؟ هي منها انيتي جديده حقيقه، هي عباره عن انيتي ضمن الميكانيك، انا بعدني بالميكانيك، بعدني بالانيتي ميكانيك، ولكن الشيء اللي انا عم بشتغل عليه هون هو حيكون عباره عن شو؟ حيكون عباره عن الترافاي والانرجي. ليش يا جماعه محطوطين الترافاي والانرجي مع بعضهم بنفس السوجي بنفس الشابيتر؟ حدا عنده فكره؟ شو يعني انرجي؟ حدا عنده فكره شو يعني انرجي؟ لأن كيوسف الترافاي بده كثير انرجي لتعمل شيء. ايوه 100%، انا لا اعمل ترافاي جي بزوان دو لينرجي. طب شو يعني انا بعمل ترافاي بالسانس فيزيك؟ كلمه ترافاي كلمه شامله، لها معنى بالفي كوتيديان ولها معنى فيزيائي. نحن طبعا بيهمنا المعنى الفيزيائي تبعه، بيهمنا السانس فيزيك تبعه. شو يعني كيوسف دير افكتوي ان ترافاي دون لو سانس فيزيك؟ شو معناتها اني انا اعمل ترافاي بالسانس فيزيك؟ اني انا عامل ترافاي، تمام؟ الشغل هيدا بيكون انا في عندي اوبجي، تمام؟ هيدا الاوبجي انا، طب شو لازمني حتى اعمل ترافاي؟ هاتوا لشوف غير قصه الانرجي، تعالوا لي شوي قصه الانرجي على جنب لنفكك. صحيح Movement. اذا تمام 100%. شو يا زعبرجيه؟ ريتوا الدرس قبل؟ اذا انا حتى اعمل ترافاي على هيدا اه الاوبجي، والله محفوظ الدرس بروسي يا استاذ امزح، تمام؟ اذا جو دو ابليكي ان فورس، اذا جو عملت في من ورانا. ايه جو في فير ان فورس سور سو كور، تعال شوف الكتاب على ونتيجه غمره بحياتي من فيت حصل. ماشي صادق، نتيجه هيدي الفورس اللي انا عم اعملها على هيدا الكور، هيدا الكور ما راح يضل محله. شو راح يعمل هيدا الكور نتيجه الفورس ابليكي؟ راح يعمل شو؟ راح يعمل ديبلاسمون، راح يتحرك. لحظه شوي صغيره، عم اقول انا شو عم بعمل عليه. هلا انت عم تحكينا على الفروتمان اللي بيصير بينه وبين الارض اللي انا عم ادفشه عليها، او بيصير في فروتمان بينه وبين البارتيكول دو لير، في عندك هواء هو ماشي بيضرب فيه ماشي، في عندك فورس دو ريزيستانس دو لير، انا معك. بس ولكن انا هلا عم ركز انا وياك شوي صغيره على ديفينيسيون بسيطه، انه انا تمام لحتى انا اعمل فورس على هيدا عفوا اعمل ترافايل على هيدا الصندوق اللي قدامي، لازم اعمل عليه فورس وحركه من محله. بهالحاله هيدي كون انا عم اعمل عليه ترافاي. ليكو يا جماعه، فيني اعرف لكم الترافاي بفورمول كتير بسيطه، انه الترافاي ابليكي بهالحاله هيدي او الترافاي اكزيكوتي بيكون بهالحاله كميه الفورس اللي انا عم اعمل لها ابليكاسيون فوا كوا فوا لا ديستانس سور لاكيل لوبجي بوج. قد ايه بحرك الاوبجي وقد ايه بعمل عليه فورس، البرودوي تبعه مبدئيا هو بيساوي الكونتيتي دو ترافاي اللي انا عم اعملها على هيدا الاوبجي. طيب يا جماعه بنكمل اذا الله راد بعد العطله. انا قلت لكم امبارحه او اول امبارحه في تقييم بشو؟ في عندي ايفالويشن بالشابتر 10 بعد العطله، تمام؟ اذا بتريدوا راجعوا كل البروبلمات اللي حليناهم بهيدا الشابتر مشان حتى تكونوا جاهزين. من ضمنهم هيدي كيف دي جي الاكزرسيس مثل اللي ما كنا نحل بالاول، ممكن يجيك سؤال كتير بسيط، مثلا انا لنقول المومون دي فورس الي ميزور اون كالونيتي. طيب مثلا عندي فورس عم تنعمل، هات لشوف المومون تبعها بالسنس بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب هون عندي ايكيليبر ولا ما عندي ايكيليبر؟ طيب وين لازم احط هيدا الاوبجي مثلا؟ جوجل فورم يعني معنا هيدا الاستاذ على ناسا الأسئلة اللي حليناهم أبدا، معنا حيكون على جوجل سي والروتاسيون هيدا اللي قالك لا موجودين لا منهم موجودين موجودين. لا حيكون فورم ولا حتكون مسابقة عادية؟ لا فورم أنا أفضل يكون فورم مشان حتى يطلع الريزلتا دغري عندي وعندكم إذا الله راد. أستاذ بكرة أو الثلاثة الجاية؟ لا بعد العطلة، بعد العطلة مشان تدرسوا وتتحضروا مزبوط. إذا بعد العطلة، إذا هيدي المسابقة حتكون بعد العطلة إذا الله رد بإذن الله. إذا خليكم جاهزين على أساس أن شو يوم الثلاثة أول يوم بنرجع فيه إذا الله رد. يلا يا جماعة الله يقويكم.
سلام. بأمان الله.